شيخ محمود دلوقتي لو انا عندي مشكله وكلمت وحده لم الشمل، يعني انا دلوقتي بيتفرجوا على ايمان والله ده في ده كويس، وهي متخانقه مع جوزها ورامي عليها اليمين مثلا، فخلاص هو الرقم ايه بتاع وحده 19 لم 906 19 906 906 1 9 9 0 6 19 906 ده الوحده، وهتلاقوها كمان قدامكم في التقرير. لكن انا كلمتكم وقلت لكم انا جوزي رامي عليا اليمين ومبهدلني وما بيصرفش على عياله، وحد يعني هو مش هيروح، طب هو هيرفض ان هو يروح الازهر لو انتوا كلمتوه؟ والله يقول لك مش فاضي وبتاع مش هيروح. بتوصلوا له ازاي؟ ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم اللي معاه مشكله قدامه حلين. ايوه الحلول دي بقى اللي انا عايزه اوصل لها. اللي هو يا اما يتصل بينا على الرقم ده 19 906 ويحكي مشكلته. ونحدد معاه ميعاد. ازاي؟ دي المرحله او حل المرحله اول. الاولى. الحل الثاني طبعا على الانترنت، تخش تكتب بوابه الازهر الالكترونيه. بوابه الازهر الالكترونيه هتخش عليها هتلاقي وحده لم الشمل. هتخش عليها هتلاقي تطلع عندك استماره. سواء الزوج او الزوجه اللي عنده المشكله يعني، او الطرف الاول هيكتب اسمه. طب خلينا ده احنا عارضينه اكتر في التقرير، تمام، ونرجع افهم. لو واحد متملص، انا مثلا طليقي هربان ومش عايز يجي يقعد معاك، هنعمل ايه؟ خلينا الاول شيخ محمود نطلع التقرير ده، صورته كاميرا يحكي ان من داخل وحده لم الشمل، عشان نشوف بقى على ارض الواقع العمل داخل الوحده شكله ايه. تعالوا لم الشمل أنشئت في سنة 2018. وحدة لم الشمل تعنى بالخلافات الأسرية والمنازعات بين الناس. طيب وحدة لم الشمل تم إنشائها للاقتراب وللحد من انتشار فوضى الطلاق. فعندنا حاجة قسم اسمه قسم الأحوال الشخصية والمواريث. قسم الأحوال الشخصية بيستقبل أغلب الاتصالات، يعني لأن المركز فيه 5 أقسام، فقسم الأحوال الشخصية أغلب الاتصالات التي ترد إلى المركز في الأحوال الشخصية. يعني إيه؟ يعني في المشاكل الأسرية اللي هي بين الزوج والزوجة. وحدة لم الشمل بيكون فيه بالفعل جلسات بين الزوجين، بيحضرها لجنة متخصصة من المفتيين والمفتيات. المفتية طبعا امرأة زيها بتبقى فاهمة نفسية الزوجة وبتقدر توصل لأهم قرار بالنسبة لها أو كل اللي جواها من أبسط الطرق وأسرعها. يعني هي أغلب المشاكل نقدر نقول كده يعني حوالي 80% مشاكل أسرية، زوج وزوجة، هيترتب عليها ضرر نفسي عند الزوج وعند الزوجة وبالتالي عند الأولاد. قسم فتاة النساء دورها مهم جدا جدا في المركز عندنا، لأن هي اللي بتتلقى اتصال بالمرأة، فالمرأة أكتر حد بيبقى حاسس بالمشكلة، وممكن من خلال اتصالنا بيها وكلامنا معاها نحل المشكلة أصلا من غير ما توصل لوحدة لم الشمل. ولما بتوصل لوحدة لم الشمل إحنا بنساعدها إنها توصل لخيارات كتيرة جدا تحل بيها مشكلتها بنفسها، وبنساعد الزوج كمان على إنه يتفهم طبيعة زوجته. إحنا طبعا كسيدات بنبقى مستوعبين طبيعتها، فبالتالي بنقدر نوصل للزوج أسهل طريقة يتعامل بيها مع زوجته، وإزاي نوصل لها كمان حسن النية بقى وطرق كتيرة جدا وأراضي وسط كتيرة جدا بين الزوج والزوجة لحد المشكلة كلها بتتحل بسهولة بإذن الله. عندنا التواصل بسيط جدا من خلال الرقم بتاعنا 19906، بنقدر نتواصل مع وحدة لم الشمل، وموجود حاليا عندنا يعني بعد التطوير في وحدة لم الشمل عملنا ابلكيشن. حضرتك ممكن تكتب وحدة لم الشمل على جوجل، بيظهر لحضرتك صفحة موجودة على بوابة الأزهر الإلكترونية، بنسجل البيانات بتاعة الزوج وبتاعة الزوجة، وبيتم التواصل معاهم من مشيخة الأزهر هنا لتحديد موعد حتى يأتي إلينا الزوج والزوجة، وإن شاء الله بنقعد معاهم وإن شاء الله ربنا بيجيب الحل إن شاء الله. المركز كله التواصل معه من 19006، بعد كده بيختار على حسب المشكلة بتاعته. لو كانت قسم فتاة النساء هيبقى رقم 6، وحدة لم الشمل رقم 7، وغالبا النساء برضو بيردوا على مشاكل وحدة لم الشمل. زي ما قلت لحضرتك أكتر حد بيتصل هو المرأة، تبقى مستشعرة المشكلة أكتر من أي حد تاني، سواء كانت مشكلة بين زوجين أو حتى مشكلة ميراث. ممكن الزوجة هي اللي مقدمة ومش عاوزة تقول للزوج أنا اللي قدمت، فبالتالي نتواصل مع الزوج وزوجة بنحدد موعد ويجوا يشرفونا أو إحنا نروح لهم، وده متاح والخدمة دي مجانية من مشيخة الأزهر. اتصالات كلها
خاصة جدا بمنتهى السرية، ما حدش يعرف عن أي حاجة، ما حدش بيسمع المتصل غير المفتي أو المفتية اللي بتكلمها، بيبقى فيه أمانة كبيرة جدا في الاتصال. وحدة لم الشمل، وزي ما انتوا شايفين يا ستات يعني تقدري تتكلمي براحتك، تقدري تقولي كل اللي في قلبك، كل أسرار اللي هي وجع قلبك، وإن انت مش عارفة لا تحكيها لوالدتك ولا تحكيها لحد في البيت. في ست بتقدر تستقبل منك التليفون وترغي معاها براحتك وتحكي لها كل مشاكلك. يعني الستات اللي بتبقى محرجة، وده طبيعي طبعا، أنا ست ممكن في حاجات أسرار عندي أكسف أقولها الراجل، ونفس الحكاية الراجل الزوج ممكن يبقى مش عايز يتكلم مع ست، مش طايق الست عايز يتكلم مع راجل زيه طبعا. فحلو ده شيخ محمود ان يبقى فيه برضو ستات بتستقبل تليفونات وهي اللي بتتكلم في المشاكل دي، ما يبقاش كله رجالة يعني. طبعا